وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرم القضاعي يرسل كثيرا من أكابر التابعين. نعم. أن ثابت ابن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. نعم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء. فانتبهوا، هذه من المناهج اللفظية. بعض الناس يقول لك: ايش يا اخي، انا يهودي يا اخي، سيبني في حالي. يحدث مثل هذا ولا لا؟ ثاني يقول لك: يا اخي انا نصراني، سيبني، خلاص ما لك دعوه، انا نصراني يا اخي، انت ايش لك فيه؟ نقول: فهو على ما قال. فانتبهوا لمثل هذه، احسن الله اليكم، انتبهوا لمثل هذه. نعم. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. نعم. وليس على رجل نذر فيما لا يملك. النذر هو القطع، ومعناه في الاصطلاح هو أنه يقطع عبادة على نفسه لم يوجبها الله عليه. والأصل في النذر بين الكراهة والتحريم. اختار الشيخ بن عثيمين أن النذر محرم، وغير من أهل العلم اختاروا أن النذر مكروه. والأقرب أن النذر مكروه، لأن الله عز وجل قد مدح الموفين به: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مصدر. لكن الغالب الذي يحدث عند الناس كما قال النبي عن ابن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. بعض الناس يقول: أنا لو تيسرت أموري نذر علي لله أن أذبح تيسا أقرا أملح، يضرب في سواد ويمشي في سواد. فالله عز وجل يبتليه ويجيب له ما طلب، فيأتي للمشايخ: يا شيخ ما الحل؟ حل وسطك، حل ايش؟ روح اوفي، ما حد ضربك على قفاك قال لك انك انت تنذر يا اخي. بعض الناس كده يقول لك: لو نجح ابني والله لاذبح جاموسة عند سيد المرسى ابو العباس. نقول: هذا نذر معصية، لا يجوز، اذبح جاموسة بس مش في مكان ثاني، مش عند سيدك المرسي. تمال المرسي بالعباس في الموضوع، مالوش دعوة في الموضوع ده، هذا شرك. يكون في الحالة ده ايش؟ يكون شرك. واحد ثاني يقول لك: والله نذر علي لو مراتي ولدت لأبيع سيارة أخويا. لا، أنت مالك أنت بسيارة أخوك؟ ولا نذر للرجل فيما لا يملك. وهكذا. فعلى كل حال هذا باب كبير موجود في كتب الفروع في باب الأيمان والنذور، لكن المسلم ينبغي أن يبتعد عن هذا. وما دام مستطيعا للنذر فيلزمه، وإن لم يستطع كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يرد فيصوم 3 أيام. لكن ما دام مستطيعا لا تبرأ ذمته إلا بالوفاء به. نعم. ولعن المؤمن كقتله. واللعن هو الطرد من رحمة الله، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. واللعن لا يكون شافعا ولا مشفعا يوم القيامة. إلعن أبوك، إلعن أمك، الله يلعن قبيلتك كلها. طب وإيش لك يا وإيش لك؟ الله يغفر لك. لذلك ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فينبغي أن نؤدب وأن نهذب ألفاظنا من هذا، أحسن الله إليكم. وإن إذا لعن الإنسان إنسانا أو لعن المسلم مسلما فلا تجد كفأها رجعت وحارت عليه. انتبهوا، ترجع وتلزق فيك، نسأل الله العافية والسلامة. انتبه لمثل هذا. نعم. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. يا ستير. نعم. يعني من قال له يا كافر، وفي رواية: فقد بأى بها أحدهما. نعم. ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. عافانا الله وإياكم. نعم.